امتى يا دنيانا امتى؟ ده الزمان انضر وبقيت وانا وسط ناس وحيد غريب الدار. امتى امتى يا دنيانا امتى؟ ده الزمان انضر وبقيت وانا وسط ناس وحيد غريب الدار. مهما رياح الغموض بيكون نسوم، لا الظلم بيدوب ولا المحروم يعيش محروم. بيني وبين أرضي سور عالي وريح دوار، حقي ضايع ورا العتمة ورا الأسوار. الحق لو كان وراه أصحابه وأحبابه حيقول لهم نهمة الحق لأصحابه. طريق طويل ضلمة للمشوار. بالحب للحق سير 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 وأسوار الظلام النهار. طريق طويل ضلم البوليست البوليس هياخدوني، جايين ياخدوني، جايين. لا لا ما تفتحيش يا سامية، ما تفتحيش عشان خاطري يا سامية، هياخدوني يا بنتي هياخدوني. ما تخافش يا بابا اطمن. صباح الخير يا بنتي. المفتش جه والتفتيش تم على خير والحمد لله، والأستاذ مهران بعت لحضرتك ده. ده الإقرار وده جواب من مهران. خلاص يا بابا كل مشاكلنا اتحلت والحمد لله، التفتيش تم على خير ومهران دفع العجز. بابا انت مش سامعني؟ مالك؟ طبعا مش قادر ترد من الفرح. خلاص لا سجن ولا فضايح. الف مبروك يا بابا. بابا بابا مات. فهمي بيه مات. الله يرحمه مات قبل ما يعرف انك سددت العجز والتفتيش تم على خير. مش ممكن مش ممكن. انا السبب انا السبب. قريت الخبر ده يا وحيد؟ البقاء لله. يا ني مهران الشربيني
رئيسه المرحوم فهمي حسين قطار، مدير فرع البنك. وده مش ابو البنت المغروره اللي جت مع مهران؟ ايوه، متهيألي لازم نسافر له، او على الاقل نبعت الاغراف عزا. عزا؟ هنعزي مين؟ مهران اخوك. طب ومهران ايش حشر؟ الله، ده هو اللي عامل النعي يا وحيد. يبقى يا اما حشري يا اما منافق، وده اغبى انواع النفاق، لان الرئيس السابق لا بينفع ولا يضر. طب يتنافق ليه؟ والفقيد والد الانسه ساميه سنج اقدار بالجماعه، وشقيق زكيه هانم السنج اقدار. اخويا فهمي مات. كتر الف خيرك يا مهران، ده لو ليا اخ ما كانش هيعمل اللي عملته. سي مهران، سي مهران طول عمره شهم ويعرف الاصول، ده ابن اصول يا ست ساميه. ايه، الله يرحم مراد بيه، كان له نص البلد. امال ما سابولوش حاجه ليه فريد؟ مين قال كده؟ سي مهران ورث اطيان وفلوس ملهاش عدد. بقى ضيع القرشين على بسلامتها الفالح. لا، وايه؟ دفع العجز المغفل وحط نفسه في تحقيق. قال ايه؟ فهمي بيه ساب معايا المبلغ امبارح ونسي يرجعه الخزنه وانا نسيته في الدرج. ايه الحكايه؟ نفسي اعرف بيعمل كده ليه؟ عايز اعمل اي حاجه كفر بيها عن جريمتي. انا اللي قتلته يا عم فراج. يا ابني انت ما قتلتوش، ده اجله، ولكل اجل كتاب. مفيش داعي تعذب نفسك كده. انا اللي موتته من الاذلال ومن الرعب. الحقد عام عيني، حولني القاتل. يا ابني انا عارف جريمتي كويس، مش عايز انساها، مش عايز اهرب منها. عاوز افضل دايما احس بالندم وبالالم وبالعذاب. عايز ادفع ثمن جريمتي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. شاف يا أستاذ صفة، قعدتوا تزنوا على دماغي وتقولوا لي ادوله فلوس ادوله فلوس ادوله فلوس، لغاية ما اديته 5000 جنيه حر ونار في جتته. وأنا قلبي الطيب صدق إن الفالح هيعمل مشروع. المشروع قال راح ضيع الفلوس على ابوها وعلى بسلامتها، مع انهم مرمطوا به الارض. معلش يا سعاده البيه، ده ميت وغريب بعد عنك، وسي مهران ما عملش غير الاصول. طلع للمرحوم ابوه اللي كان دايما يدفن الفقير ويستر الغريب. انما بقى شوفي بعد كده لو طلب مني مليم واحد مش هديله يا وصيفه، مفهوم؟ ليه بس يا بيه؟ ما هي فلوسه برضه. لا بقى، هو اللي اتفق معايا على كده بعظمة لسانه، ولا يعني كان كلام عيال؟ يا ضنايا يا ابني، ده انت لونك مخطوف خالص. احضر لك الغدا يا سي مهران. ماليش نفس يا خالة وصيفة، انا عايز انام. طبعا، ما هو بقاله يومين يا مسكين لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام. مشغول مع الست الهانم. أرجوك، أنا تعبان ومش مستحمل ولا كلمة واحدة. وكمان بتتسطر عليه وتعمل له نعي في الجرايد يا فالح بعد كل اللي عملوه معاك؟ ما أنت واحد ما عندكش دم بصحيح. اللي ما عندوش دم بصحيح هو اللي يغرق الناس وبعدين يشمت فيهم. ومناسبته ايه بقى الكلام ده؟ وهو لازم يكون فيه مناسبه علشان نخرج نتعشى سوا. لا بس يعني بقى لي مده كل ما اقول لك نخرج بتعتذر. اشمعنى النهارده يعني؟ اصل بصراحه بقى، ولا بعدين؟ بعدين ليه؟ اصل الليله دي في مفاجاه عظيمه هتعرفها. مفاجاه ايه يا ترى؟ عمتي زكية كده برضو يا سامية؟
أعرف إن أخويا مات من الجورنال زي الناس الأغراب. دلوقتي بس عرفتي إن ليكي أخ، ما جيت لك لغاية عندك وترجيتك علشان تنقذيه، ما سألتيش فيه وسبتيه يضيع. أنتي بتقولي كده ليه يا سامية؟ هو إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا مش فاهمة حاجة أبداً. لا هنا. وهي اللي تسوي؟ اهي دي المفاجأة، ايه رأيك بقى؟ مش ممكن يكون ده حقيقي، مستحيل مستحيل اكون انا اللي قتلت اخوي. قولي كلام غير كده يا سامي ارجوكي. ده اللي حصل بالحرف الواحد، ولولا مهران كتر خيره ما كانش بس بابا مات، احنا كنا اتفضحنا كمان. انا اتخليت عن اخويا، انا قتلتك يا فهمي، يا ريتني كنت صدقته ساعتها. وايه فايدة الندم دلوقتي؟ حصل اللي حصل وخلاص. هو انا كنت اعرف يا بنتي؟ فعلا مفاجأة ما كانتش على البال. 5 سنين دلوقتي من يوم ما اتخرجنا ما شفناش بعض، ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ هايل طبعا، ما تتصورش انا قد ايه سعيد ان انا شفتكم النهارده. واحنا كمان يا وائل، عمرنا ما نسيناك. لكن انتوا لسه مخطوبين لحد دلوقتي؟ ده انا افتكرت انكم اتجوزتم وخلفتم كمان، انما انتوا ازاي رتبتوا الميعاد ده؟ وايه اللي لم الشامي على المغربي؟ قابلته النهارده الصبح في دار الكتب. بيقرا كالعاده طبعا. لا موظف. الله، انت بتشتغل في دار الكتب بقى؟ من يوم ما اتخرجت. ده انا دلوقتي بقيت موظف قد الدنيا، درجه سادسه. غريب، مع انك ناجح بامتياز والاول على الدفعه. ده انا قلت انك تعينت معيد وعملت الماجستير وزمانك في الدكتوراه دلوقتي. انتم عارفين ظروفي من ايام الكليه، وكان لازم اقبل اي وظيفه الاقاها علشان اريح ابويا واعوضه عن السنين اللي فاتت. فعلا يا كريمة، أنا عارف والده كويس. الله يرحمه بقى. كان فلاح بسيط، كانش حلته غير فدان واحد. باع قراط ورا قراط لوالدي علشان يقدر يربي ابنه ويعلمه. بقى كل ده يحصل لك يا فهمي وأنا مش دريانة، يا ريتني كنت صدقته ساعتها. أديني هو بقيت لوحدي، لا أب ولا أم ولا عارفة أروح فين. تروحي فين؟ عندي يا سامية، معايا يا حبيبتي، ده أنت في عينيا من جوه. هو أنا عدل يا حد تاني؟ وكمان عشان أكفر عن جريمتي في حق المرحوم، يمكن ساعتها سامحني في تربته. بس يا سامي، بس يا حبيبتي ما تعيطيش، قومي قومي لمي هدومك وتعالي على بيتي في مصر، بيتك من هنا ورايح. حاضر يا عمتي، بس بس ايه؟ لازم الاول نشكر الانسان النبيل اللي وقف معايا في محنتي. عمره ما فكر في نفسه، ما كانش يعرف غير العطاء على طول، العطاء للأرض لغاية ما تخضر وتدي أحسن محصول، العطاء ليا علشان أخد الليسانس، مع إنه هو نفسه كانش يعرف يكتب اسمه. فعلا يا وائل، والدك كان بطل لأنه عندنا إنسان زيه مثقف ممتاز وشاعر عظيم موهوب. بالمناسبة، ايه اخر اخبار الشعر؟ ولا
ولا الوظيفة قتلته. مفيش قوة في العالم تقدر تقتل الموهبة يا وحيد. اللي يقتل الشاعر هو حاجة واحدة بس، إن الشاعر نفسه يموت من الداخل وينطفي قنديل الشعر في قلبه. الله، حتى كلامك نفسه شعر. امال ما بنقرالكش حاجة ليه؟ لأن مش كل الشعر بيتنشر يا وحيد. أيوه بس الانتشار مطلوب. برضه مش شرط إن النجاح والشهرة دليل جودة الفن، لأنه أحيانا لا ينشر إلا الفن الهابط. لا لا لا، أنت هتعمل زي الفنانين الفاشلين لما يحقدوا على الناجحين ولا إيه؟ مش شرط النجاح والشهرة إن الفنان يكون موهوب فعلا، لأن اللي غير موهوبين في الفن بيكونوا موهوبين في التسلق والانتهازية، وبيقدروا يعملوا ضجة وزيطة على كل اللي بيعملوه، وللأسف بيغطوا على النغمة الصحيحة. لا 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 يا وائل، مش للدرجة دي يعني. إذا كنت مش مصدقني أفكرك بقاعدة أولية في الاقتصاد بتقول إن العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة من السوق. على أي حال يا وائل، علشان تثبت كلامك ده بشكل فعلي اتفضل بقى هات لنا من القصايد بتوعك، واحنا مستعدين ننشرهم لك، مش كده يا وحيد؟ ده اذا كان مستواها كويس وصالح للنشر. خير يا انسة سامية، يلزمك اي خدمة؟ وانت خليتني عايزة حاجة، انت لو كان ليا اخ ولا زوج ما كانش هيعمل اكتر من اللي عملته. استغفر الله يا انسة سامية. عمتي جت وعايزة تاخدني اعيش معاها في مصر على طول. ده عين العقل برضه، بنت في الظروف زي ديت ما صحش تبقى لوحدها. فاكر يا مهران الحتة دي؟ أنا طلبت قبلك هنا مخصوص عشان أعتذرلك عن اللي قلته لك في نفس المكان. جرى خير على كل حال. كنت مجنونة مغفلة مش عارفاك على حقيقتك. إزاي قلت الكلام الفظيع ده لأنبل وأشرف إنسان في الدنيا؟ أنا مش هسامح نفسي أبدا، حقيقي كنت مجرمة. أرجوك يا أنسة سامية تحاولي تنسي الحكاية دي كلها زي ما أنا نسيتها. لا مش هنساها، وأنت كمان ما تنساهاش، لأني مش ممكن أنسى أنبل إنسان في الدنيا. أرجوك ما تخليش انفعالك يورطك في كلام ممكن تندم عليه بعدين. قد إيه أنت طيب ونبيل فارس، فارس حقيقي زي فرسان زمان وأكتر يا مهران. يلا بينا، عمتك دلوقتي تكون قلقت عليك. تعال معايا نقابل عمتي، ما تتصورش قد ايه نفسها تشوفك. ليا شرف فن. وبالمرة سلمك الشقة تاخد بالك منها، مين عارف يمكن نحتاجها في يوم من الأيام. اتفضلي. بس مهران ما جاش النهارده ولا ايه؟ تعبان ولازم يرتاح، جدع كتر خير وقام بدلنا احنا الاتنين باللازم كله نحو مديرنا المرحوم. ايوه، عشان سواد عيون الست. يا ساتر يا رب. انت يا جدع انت ايه؟ لسانك ده ايه؟ مبرد؟ جدع؟ في واحد يا افندي يقول للمدير بتاعه يا جدع انت؟ مدير؟ ايوه المدير. الجواب ده وصل النهارده من الاداره بخصوص انتدابي للقيام بعمل مدير الفرع لحين تعيين مدير جديد. كده مبروك. ومالك بتقولها كده من غير نفس؟ ولا يكونش كان نفسك انت رخر تبقى مدير؟ انا لا عاوز ابقى مدير ولا غفير، انا كل اللي بطلبه من ربنا الستر في الدنيا والآخرة يا سي حلمي. حلمي بيه من فضلك.
وباعتباري المسؤول الأول هنا من دلوقتي زمن الفوضى انتهى. الشغل شغل. أنا ما عنديش يام مرحميني، واعمل قرار خصم بالأيام اللي غابها سمهران وقتولي بسرعة. الحكاية مش سايبة. أخيرا يا حلمي بقيت حلمي بيب صحيح. الكرسي خلاه ينسعر يا سمهران، ولازم ترجع شغلك، لأن حلمي بيه عمل لك قرار خصم ومش بعيد يعمل لك إنذار. إيه؟ قلت إيه؟ حلمي بيه؟ مش بقى مدير خلاص يا ابني؟ لازم تيجي شغلك بكره يا سمهران. كلم يا سمهران، عاوزك. حاضر. نعم. نعم. راح فين يا افندي؟ اصلا ما بتردش عليا، لقيت نفسي واقف مقطوع، قلت يمكن مش عايزني. لما انا مش عاوزك كنت ببعت لك ليه يا افندي؟ ايه؟ عشان العب معاك بيل؟ ايه ده يا افندي؟ التقرير ده كله غلط، خده راجعه كويس. رجعته قبل كده كويس، التقرير سليم ومفيش حاجه غلط. مين اللي يحدد الغلط من الصح يا افندي؟ المدير ولا الموظف؟ انا بقول لك غلط ولازم تراجعه، اكتبه تاني كويس. هات اتفضل، يلا روح شوف شغلك. يلا يا فندي. يا عم فراج، ده حلمي اللي كنا نعرفه ده اتغير خالص. سيبه يا سيدي ياخد له مين يعني، هي كانت دامت لمين؟ صدق بالله كانت طالعه في نافوخي قارنه علقه كويسه قوي عشان توزن له عقله. لا يا مهران يا ابني، وقت اعملها اعمل معروف. حكيم انا عارفك حماقي وما بتستحملش. ما هو كمان لازم يفوق لنفسه ويلزم حده. سيب المغرور اللي زي ده للزمن، مسيبه يفوقه. صباح الخير. صباح النور يا فندم. حلمي بيه موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. سامع؟ حتى عمك نفسه بيقول حلمي بيه. طبعا يا عم طبعا، من قدك صبرت ونلت. ألف مبروك يا حلم بيه. متشكر يا عبس. نعم عبس، بدلعك. شفت بقى اللي يمشي ورا عباس ينجح ازاي؟ ايدك بقى على الحلاوة. اتفضل. قهوة ولا شاي ولا حاجة باردة؟ لا أنا عايز العقد. العقد يا حلمي بيه. العقد ان شاء الله ضروري، بس لما ابقى مدير زي ما اتفقنا يا عبس. لما تبقى مدير؟ امال انت قاعد على المكتب ده بتعمل ايه؟ انا منتدب وبس. ما تفرقش كتير، المهم انك بقيت المدير الفعلي ورئيس البنك. لا كل ده ممكن يروح في ثانية واحدة، وارجع لمكتب العرة تاني لو عينوا مدير جديد للبنك. يا راجل ما تقولش كلام زي ده. كل شيء ممكن يا عبس، دي دنيا والعائل اللي يتحظ.
اوعى يكون دخل في دماغك انك تضحك عليا وتفسخ الاتفاق اللي بينا. لا 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 استغفر الله يا عبس، انا تحت امرك، بس لما يحصل زي ما قلنا. بالمناسبه انت عارف ان منصبي الجديد ما زودنيش ولا مليم واحد على مرتبي. ده كمان مظهري كمدير بيكلفني كتير كتير قوي عبس، وانا عايز ايه تاني؟ المعلوم يا عبس. المعلوم. لا لا ضحكت عليا، مش بس مش عايز تديني العقد، انما كمان عايز تبتز اموالي يا سي حلمي. حلمي بيه لو سمحت. كده حاضر يا حلو. ألف مبروك، مع السلامة. انت اهلا، اتفضل. مساء الخير. ايه ده، اياك تكون جبت القصايد اللي قلنا عليها معاك. هو ده اللي حصل، القصايد. اتفضل. امال اتاخرت ليه بقى؟ تكونش بتتقل ولا ايه؟ لا ابدا الحقيقه، انا كنت متردد وخايف لازعجكم. يعني تزعجنا؟ انت مش هتبطل الحساسية بتاعتك دي، دي احنا اخوات يا وائل، ولا ايه يا وحيد؟ طبعا. اما نشوف بقى الحاجات الحلوة بتاعت زمان. الله، اسمع يا وحيد بيقول ايه. بعدين هنبقى نرجعه. تراجعهم؟ اقصد نقراهم ونستمتع بيهم. خلاص يا سيدي، ان شاء الله من العدد الجاي هنبتدي ننزلهم لك واحده ورا واحده. شكرا. يا زفت يا زفت. يا سعاده البيت، انا عايزك توصل لبيت الست وهيبه حالا دلوقتي، تقول لها ان كل اجراءات التسجيل تمت، وتجيني بكره الصبح في الشهر العقاري ومعاها بقيه المبلغ علشان امضي لها هناك. حاضر يا سعاده البيت. اسمع. يا بي، وما تنساش اللي انا قلت لك عليه. حاضر يا ابني. حضرتك قلت لي ايه؟ ده انت غبي. قلت لك تتأصل عليها وتجيب لي اخبارها اول باول. حاضر يا ابني. يلا. ايوه بس بالشكل ده ملحقش اسحب فلوس من البنك. مش مهم يا استاذ، ممكن حضرتك تبقي تكتبي له شيك. ممكن. تصبح على خير. استنى يا عطوة. اسمي عطوة. استنى. خد يا عطوة. ايه ده، انت فاكراني ايه يا ستانة؟ وعشان كنت بنظف الشقة بقيت خلاص خدام؟ غير شلول عمي عباس قاسى عليا. عمك؟ جوز امي، لازم يبقى عم. انا مش فاهمة انت حكايتك ايه يا عطوة؟ حكاية طويلة يا ست هانم، خلصتها الألم والمزلة. أنا عايش في بيت أمي وإخواتي زي الخدام. معلش يا عطوة، أنا آسفة، ما كنتش أعرف حقيقتك. ولا حد عارفها ولا اهتم حتى إني أعرفها. الناس بتبص لي من بره، عطوة المجنون اللي عنده الصرع. صرع؟ لأن هم اللي جابوا لي الصرع ده. يا مسكين. محدش عمره فكر إن جوايا إنسان. إنسان له كرامة وقلب وإحساس. إنسان يحس بالذل ويكرهه ويستحمله غصب عنه. معلش يا عطوة، هدي نفسك. أنا آسف يا ست هانم إذا كنت ضايقتك بهمومي، لكن
اصل انت طيبه قوي وحنينه قوي، حنينه لدرجه ان انا امنت لك. اول مره في حياتي اامن لمخلوق. انا اسف قوي. لا ابدا، بالعكس بالعكس يا عطوه، انت ما عندكش فكره انا دلوقتي سعيده قد ايه ان انا عرفت حقيقتك وعرفتك كويس. وارجوك من هنا ورايح اعتبرني صديقتك اللي بتحترمك وتفرح لما تشوفك. ها؟ شرف كبير يا ست هنا. تصبح على خير. انت من اهله. حلال عليك يا عم، دقايق ويرجعوا لك شيك ويصرفوا لك. ايه اهو كله شقه يا ساحلبي. شوف المبلغ فضل نايم في البنك قد ايه لغايه ما تمت اجراءات التسجيل الطويله دي. يعني لو كان المبلغ ده في ايدنا وكنا شغلناه كان جاب لنا الشيء الفلاني. طبعا، وبالذات الجزء اللي ساهم بيه البنك. مش يصح برضو تفتكرنا بحاجة منه عبس؟ حاجتي تاني يا حولو. حاجة من اللي خرج من هنا واللي رجعه المغفل اللي بره. أم فراك، بالشيك ده تبقى فلوس سامية رجعت. عمي موجود؟ فوفوت. طبعا خناقة جديدة عشان الفلوس. تعيشوا وتموتوا كلكوا عشان الفلوس. اعملوا اللي انتوا عايزينه. بس المهم تسيبوا العطوة وردته الجميلة. اللي استنى كتير على ما لقاها. طب اتخرف بتقول ايه؟ افتكر لازم ترجع الفلوس لسامية اللي ابوها دفع حياته تمنها. ده اكيد اتجننت. انا مالي ومال سامي يا ابو سامي؟ واحد حرامي لقى واحد مغفل بيتسطر عليه، يبقى اشحشرنا انا في الموضوع. يا عم حرام عليك، دي يتيمة ووحدانية والفلوس دي من حقها. مين اللي قالك كده؟ المرحوم وهي بنفسها. طب خلاص تروح ترفع قضية، وهو باب المحاكم مفتوح لكل واحد. يعني خلاص مصمم تاكلها؟ هتفضل لغايه امتى تاكل اموال اليتامى؟ اخرس يا قليل الادب. الحق عليا انا اللي سمحت لك تخش اوضتي. امشي على اوضتك. ايه بس الحكايه بالزعاق وليه كفالة الشر؟ تعال اتفرج على الفند المايع بتاعك جاي عايز يوسخ سمعتي على اخر الزمن. قال بيتهمني ان انا اشتركت في تهمه وسخه زي البيه مرحوم ابو الست بتاعته، ست الحسن والجمال. عمتي عمتي، مالك عامله الهلوله دي ليه يا سامي؟ نجحت يا عمتي واخدت البكالوريوس خلاص. صحيح. الف 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 مبروك يا روح. خلاص من هنا ورايح هشتغل وابقى موظفه جامعيه قد الدنيا. موظفه؟ هو انت محتاجه للوظيفه؟ ده انا النهارده محضره لك مفاجاه حلوه. مفاجاه؟ ايه هي؟ انا كنت عند المحامي دلوقتي يا ستي وخليته عمل الترتيبات اللازمه علشان تكون انت وارثتي الوحيده بعد ما اموت. بعد الشر عليك يا عمتي، وليه تعملي كده؟ وكمان فتحت لك حساب باسمك في البنك بمبلغ 10,000 جنيه. اتفضلي دفتر الشيكات اهو. عمتي يا احسن عمه في الدنيا. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش من حنيتك ابدا. الله، ما كنتش عارفه انك رقيق وذوقك حلو للدرجه دي يا عطوه. متشكره قوي.
يا أعز الناس، مرفق بهذا شيك بقيمة دين والدي لك، آمل أن تتأكد أن سداد الدين المادي لا يمكن أن يعني أبدا إنني قادرة على رد جمايلك. دمت لي دائما كما أنت، الفارس، الشهم، النبيل، سامية. بنت أصيلة صحيح. خلاص بقى يا سمهران، علشان الناس تعرف إن الجميل ما يضيعش أبدا. أدي فلوسك رجعت لك وتقدر تعمل بقى مشروعك. أنا هرجع لها الشيك. ترجع لها الشيك؟ أيوه. ليه؟ ده دين على عمي، يعني على عائلتنا، فلازم أدفعه عنه. وكمان ما تنسوش إنها جايز تكون محتاجة للفلوس دي. حد عارف جوتها إزاي المسكينة دي؟ ما تعرفش ازاي يا مغفل؟ انا مش قلت لك تتصل عليها وتجيب لي اخبارها اول باول؟ ما حصل يا سعاده البيه، بس انا ما عرفتش غير شويه اشاعات. ايه هي؟ اتكلم. في ناس بتقول انها ارمله يعني، وناس بتقول انها ما اتجوزتش خالص وجابت ثروتها من التجاره. تجاره؟ تجاره ايه دي؟ هي كلها اشاعات يا بيه، لكن ربنا ادرى بالحقيقه. لكن انا لاحظت حاجه غريبه قوي يا سعاده البيه. ايه هي؟ كل يوم تستنى البوسطجي وتسأله عن جواب جاي لها من بلاد بره. جواب من بلاد بره؟ غريبة الست دي، وراها سر. مش فاهمة. اتفضل. شكرا. أنا بقول يعني مادام لكي في التجارة اتفرغي لها، مفيش أحسن منها أبدا. أيوة بس سيبك من الأرض وبلويها، دي ما وراهاش غير وجع الدماغ. إحنا رجالة مش قادرين عليها. إنما اطمني، أنا هخلصك منها وبسعر معقول، ولو إنها يعني مش ولا بد. يا فندم أنا عايزة أقول، أنت ست رقيقة وعايشة في وسطينا هنا، يبقى لازم نراعيكي ونشوف مصالحك. واحدة ست زيك إيه أنسب حاجة لها أكتر من عمارة تجيب لها إيراد كل شهر وتقبض الإيراد وهي قاعدة مرتاحة 24 إيراد وما تحمليش هم؟ أنا مش هسيبك إلا لما أشتري لك حتة عمارة محترمة. قلت إيه بقى؟ قلت إيه في إيه بس؟ في إن 500 جنيه كويس قوي في الفدان. يا عباس بيه أرجوك اسمعني. خلاص ما تتعبيش نفسي ولا تزعلي، أنا رقبتي سدادة. نخليهم 550 جنيه علشان سواد عيونك. لا لازم تقبلي، ما تقوليش لا. مش ممكن هتلاقي حد يدفع لك السعر ده في اليومين دول. اصل الارض ما بتجيبش ومش كويسه قوي يعني. يا عباس بيه انا متشكره قوي على اهتمام حضرتك بيا، بس في حاجه لازم تعرفها كويس، انا مش ناوي ابيع الارض خالص. ليه بس يا بنت الناس؟ لأن أنا جيت هنا مخصوص علشان أعيش على طول جنب أرضي. أرضي اللي مش ممكن هفرط فيها حتى لو اتقل الذهب. يا بنت الناس، يا بنت الناس اسمعي نصيحتي. الأرض دي عايزة الرجالة وأنت ما أنتش حاملها. ربنا يقدرني. يعني ده آخر كلام عندك؟ أيوة. خلاص أنت حرة. الحكاية يا مش حكاية البيت دي خلصت واستلمت الباقي بتاعك وخلاص؟ لا ابدا، هو كان فاضل قرشين عندها، ضربت لي تليفون قالت لي تعالى خدهم من البيت
ويا ريتني ما كنت روحت. ليه؟ هي ما دفعتش؟ كان أهول. مال إيه اللي حصل؟ اللي حصل؟ اللي حصل ما يتحكيش ولا يتقال يا سي حلمي. أعوذ بالله، أستغفر الله يا رب. أنا ما كنتش متصور أبداً أبداً إن في ستات بالشكل ده. بقى أنا يا أستاذ حلمي بعد العمر ده كله أبقى راجل بتاع هلس ومسخرة والعياذ بالله. الله يا أيوه هي. إنما يعني مش ذنبها. مفيش راجل يحكمها. يا خبر أبيض. بقى هي كده. وألعب من كده يا فلفل يا ابني. تصور هي اللي قتلت جوزها. قتلته؟ ايوه قتلته، ولو ان القانون ما طالهاش. فضلت تضحك عليه لغايه ما خليته كتب لها كل اللي عنده، وبعدين اكتشف انها بتلعب بيه. الغلبان المسكين الله يرحمه جات له ذبحه مات فيها، تبقى هي اللي قتلته. الكلام ده حقيقي؟ كلام ده حقيقي ونص، ولازم كل اهل البلد يعرفوا الحكايه دي. لا تريكي كده، وانا اللي كنت واخد فيكي مقلب. الله، انت بتكلم نفسك ولا هي فلف؟ ما هو زمن يطير المخ. تصور حضرتك الست دي طلعت ايه؟ ايه؟ ساتر يا رب. جوابات بس انتوا كل يوم تسالين السؤال ده يا اختي. طب ما تزعلش قوي كده، اصل الجواب اللي احنا مستنيينه ده مهم قوي. حاضر، لما يبقى يجي هبقى اجيبه لك. تعيش يا اخويا. هي البت دي كانت عايزه منك ايه يا ظلمان؟ منتظرين جواب من بلاد بره. بلاد بره دي الظاهر سرها باتع قوي. لا حكايه ولا حاجه. امال ليه بس لغايه دلوقتي ما نشرتش ولا قصيده لوائل الدسوقي؟ كل شيء باوان. امتى يعني تخلص الحكايه دي؟ انا كمان عايز اوجه لك نفس السؤال، امتى تنتهي حكايتنا احنا كمان؟ تقصد ايه؟ اقصد امتى تنتهي فتره الخطوبه اللي طولت اكتر من اللازم دي؟ وايه علاقه ده بده يا وحيد؟ يعني البوسطة ما جاتنيش لغاية دلوقتي يا افندي. ما اقدرش اسيب الشباك قبل الساعة 12. معاك حق، ما دام مهران بيبي يغيب زي ما يعجبه، دي مش طريقة شغل دي. الو مهران، بتتكلم منين؟ من مصر؟ طب ما جيتش ليه؟ كده؟ طيب حالا هغير هدومي واجيلك على طول. بعد ما تخلص خزنتك اكتب جواب للشؤون القانونية بخصوص احالة مهران للتحقيق لتكرار غيابه بدون إذن مما يربك نظام العمل. حاضر. وبعدين اكتب جواب تاني للإدارة العامة بخصوص تعزيز الفرع باتنين موظفين على الأقل. حاضر. بسرعة. ولو إني واخدة على خاطري منك. ليه لا سمح الله؟ يعني لا بتسأل ولا فكرت مرة واحدة تكتب جواب، زي ما تكون نسيتنا خلاص. معلش يا سامي، ما كنتش عاوز ازعجك. يا خبر، ده كلام تقوله يا مهران. وصلتك رسالتي؟ ما انا جاي بخصوص كده. اتفضل يا ستي. ايه ده الشيك اللي بعتهولك؟ ماله؟
طلع فيه اي غلط؟ لا ابدا، انا ما حاولتش اصرفه خالص. ليه؟ لانك اولى بيها سامي، ممكن تكوني محتاجه له. اطمن، من الناحيه دي تقدر تطمن عليا خالص، عمتي مش مخلياني عايزه اي حاجه، ده حتى كتبت لي كل ثروتها وفتحت لي حساب باسمي في البنك عشان اصرف منه على راحتي. برضه ده ما يمنعش انك تحتفظي بالشيك، ده دين على عمي وانا سددته. وانت ذنبك ايه يا مهران؟ سامي يا ماما، اذا كنت عايزاني اخد الشيك يبقى على الاقل تيجي لعمي تطالبيه بالحقوق اللي عليه لوالدك. انا اعمل كده؟ انا طالبته وانكر. شفت ازاي؟ جالك كلامي؟ انا مش مستعد افضح بابا بعد ما انت سترته. انسى الموضوع ده خالص، لان انا كمان مش مستعد افتكره. عشان خاطري يا مهران، اصرف الشيك، انت اولى بفلوسك. يعني ما سألتنيش أخباري إيه؟ آسف يا سامية، أصل الكلام خدنا. نجحت يا سيدي وتخرجت وخلصت من الدراسة ووجع القلب. مبروك، يعني هتتوظف بقى؟ وتوظفت كمان عند عمتي، بدر لها أعمالها بمرتب يا ابني قد اللي كنت هاخده من الحكومة 10 مرات. دي فعلاً أخبار عظيمة أوي. يا دوبك ألحق القطر دلوقتي. طب ما تقعد تتغدى معانا، انت عمتي هتفرح قوي لما تشوفك. مرة تانية ان شاء الله. مهران. نعم. يمكن اللي هقوله ده كلام غريب ما يتفقش مع كرامة وتقاليد البنت الشرقية، لكن ما فيش قدامي غير كده. خير يا سامي؟ تقبل تتجوزني يا مهران؟